يسلموا الايدين. امبارح خدنا الشباب على السينما وشفت البطل عم بيعطي الورد لحبيبته. حبيبته؟ شو عم تحكي يا عمر؟ ليش لا؟ انت وين وانا وين؟ هي ما عليك منها. انا درستك منيح، انت شاب ادمي وحباب وما عندك مشاكل، وانا رايدتك. انت بقى ما بعرف، هذا يومي منى، هذا شرف كبير لإلي. بس شو؟ أنا من الأول رايدك، بس ظرفي ما نام. طيب شو رأيك إنه ظرفك بعرفه منيح ورضياني فيه؟ وشو رأيك إنه اللي عندي بكفينا نحن اثنين؟ وشو رأيك إني أنا اللي فتحت معك الموضوع مو أنت؟ وحكي الناس وحكي العالم. دخيلك أنا ما بدي ورطك. تورطني؟ إلا إذا كنت أنت ما بدك. بالعكس، أنا بدي إياك اليوم قبل بكرة. بكرة أنا بروح على البستان وبجيب كمية. بكرة ما بتقدر، ولا نسيان إنه بكرة كتب كتابنا؟ لا ماي نسيان، بس الشغل كمان لازم يمشي، وإن شاء الله بيجي على الموعد وما بتأخر. المهم وين بتحب نقضي شهر العسل؟ شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني مثل ما بيعملوا العرسان، شي بيروحوا على أب حمدون وعلى صوفر، شي بيروحوا على بلودان، وشي بيروحوا على مصر. والله ما بعرف، بس انت بتعرفي. لك لا تقلي بتعرفي وبعرف، بيني وبينك ما في فرق. بعدين نحن اتفقنا انه المصاريف هي بتقيمها من بالك، انا وياك بنحب بعض، خلينا ندوق كل السعادة اللي بالدنيا. شو رأيك؟ انا رأيي من رأيك عمر. شو رأيي يا عمر؟ شو شايف عندي عمر؟ اللي حسيبها. ماشي حسيبها خانم. ولا خانم. لك أنا بكرة رح أصير مرتك، شو بنا؟ طيب حسيبة، أنا حاس حالي ضايق دوخة، ماني عارفان راسي من رجلي. وهذا هو الحب لك مروان، إنه الواحد ما يعرف راسه من رجلي. دخيلك طول عمرنا بنعرف، خلينا مرة بلا عمر ما نعرف شو بيصير. مثل ما بدك، بلا ما نعرف. ورح كمل معك طريق لجنة، وبعد العرس رح استأجر سيارة ندور فيها كل البلاد، وشرطك ننام كل ليلة ببلد انت وانا. اشتاوي افندي، ما استوت الامور، شايفك مبرد قلبك. لك شو مبرد قلبي؟ مفكرني نسيان شو عملوا فيني هي وابوها صياح؟ والله لخليها تشتهي الموت والله. وانا كمان، انا بدي اشفي غليلي منها، انا تبدي علي مروان، انا اللي وقفت لها الدكان على رجليها وخليتها تشتغل بتجاره الجمله، وما تركت تاجر بالشام الا واجا واشترى من عندها، تعمل فيني هيك؟ بس ما قلت لي، شو ناوي تساوي؟ بدي شفي لها المحل. بدي اسطيله على المستودعات اللي بالبستان، بدي خليها تشتهي القرش. ماشي اتفقنا،
بس ما قلت لي شو الترتيب وشو لازم اعمل انا. اسمع لك. منو هون؟ شرطة يا اختي افتحوا. خير؟ ابو عمر يا ابو عمر. لك شو في شو القصة؟ مخازن الدكان كلياتهم انسرقوا وقال بدهم اياك تروحي على المخفر مشان يسألوكي. مخازن الدكان؟ ايه. تحمي حالك وبتروحي على المخفر بتشوفي شو بدهم. انا اليوم ماني مستعده وارجع راسي. ايه يا ابو زهير الليله رح تكون النقله كبيره شوي. المعنى سيدي؟ المعنى انه بدنا نقش المستودع وما رح نترك فيه ولا حبه رز ولا دردوره سكر ولا نقطه زيت. مشان هيك بتحمل حالك وبتطلع على ضيعتك وبتضل شوي هنيك لحتى تهدى الامور. بس يا سيدي هذا مروان افندي اجى اليوم وباينته مشتلق على القصه كلها وهذا الزلمه لا بينحلب ولا بينجلب. والله اذا بيبلغ علينا نروح دبلك كلياتنا. مروان افندي اترك لي اياه انا بعرف اتصرف معه. يلا بساهر مثل ما قال لك شيء يا افندي بوشك على ضيعتك ما بتجي لهون الا بعد يومين ثلاثه لتبرد القصه. حروك يلا بسرعه. لساتك ما تمضي؟ والله مو هاين علي يا ام عمر بس من الليله رح يصير في رجال بالبيت. يعني مو معقول اقعد عزول بيناتكم. على كل هذا البيت بيتك لك مريم. احنا اخوات وفي بيناتنا عشرة عمر. داينا عندي لا تقطعيني. مريم أمري ما في مبروك؟ إن شاء الله بتتهني. قل لهم يشدوا حيلهم شوي قبل ما حدا يجي. يلا شباب شدوا الهمه شبكم بسرعه. حروك انت وياه حروك بسرعه قبل ما حدا يجي. يلا ماهر انت ورا هالسهاد. يا مو زينة
انت شو بدك؟ اجتنا بلاغية ان المستودعات ببستانك انسرقوا. انسرقوا مو مخلي لا حبة رز ولا دردورة سكر ولا نقطة زيت. في حدا اسمه مروان العبد؟ شو بو؟ لما رحنا نحقق بقضية السرقة بالبستان لقيناه مقتول بأيام حياتك. مروان مقتل؟ Let's go!